بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة اسم من أسماء كلمة النجاة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن أسمائها الكلمة الطيبة. الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة ضرب مثلا لهذه الكلمة الطيبة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ولا شك أن قضية الإيمان والتوحيد التي عنوانها لا إله إلا الله من أعظم قضايا، من أعظم الأمور، ولذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر البراهين والدلائل الموضحة لذلك إجمالا وتفصيلا. من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن ضرب الأمثال التي بها تتضح حقيقة الإيمان وتستبين شعبه وتفاصيله وتظهر ثمرته وفوائده. والمثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر. المثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره. وضرب الأمثال مما يأنس به العقل، لأن الأمثال تقرب الأمور المعقولة من الأمور المشهودة المحسوسة. والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اشتمل القرآن الكريم من هذا الفن الأمثلة على 44 مثلا. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا في القرآن الكريم لا يفهمه يشتد بكاؤه ويقول: لست من العالمين، لأن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان قتادة رحمه الله تعالى يقول: اعقلوا عن الله الأمثال. هذه الآية الكريمة ضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، تشبيه لكلمة لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة التي هي النخلة. وهذا مثل بديع عظيم الفائدة مطابق لما ضرب له تمام المطابقة. بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله: ألم ترى، يعني ألم ترى بعين قلبك فتعلم كيف ضرب الله مثلا، أي كيف مثل الله مثلا وشبهه شبها للكلمة الطيبة كلمة الإيمان وكلمة التوحيد. وختم هذا المثل بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي أن القصد من ضرب المثل هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. ولا شك أن كون الآية تبدأ بقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، وختامها بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لا شك أن هذا البدء للآية وهذا الختم للآية فيه أعظم حظ على تعلم هذا المثل وتعقله.
وفيه دلالة على عظم شأن هذا المثل المضروب، كيف لا وهو يتناول بيان الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأشرف المقاصد على الإطلاق. في هذا المثل ذكر الله سبحانه وتعالى ممثلا له وممثلا به، ووجه المثلية بينهما، ذكر فيه ممثلا له وممثلا به ووجه المثلية بينهما. فالممثل له هو الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والممثل به الشجرة الطيبة اللي هي المشبه به، ووجه المثلية هو كما قال الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فشبه تبارك وتعالى كلمة الإيمان الثابتة في قلب المؤمن وما يترتب عليها من فروع وشعب وثمار، من فروع وشعب وثمار، بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمراتها كل حين. ومن يتأمل في الممثل به وهو الشجرة الطيبة والممثل له وهو كلمة الإيمان في قلب المؤمن وما يترتب عليها من ثمار يجد أوصافا عديدة متطابقة بينهما، وقد أشير إلى بعضها في الآية كما تقدم. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها، فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه، ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله تعالى، وباطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات، وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا، كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله تعالى كل وقت. فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تبارك وتعالى، وهذه الكلمة الطيبة تثمر ثمرا كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح، فيرفع العمل الصالح، يرفع العمل الصالح الكلم الطيب كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة، وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد، أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة بالسماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشجرة الطيبة هي النخلة،
وذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني ذهبت أفكارهم في أشجار البادية، فجعل كل واحد من الحاضرين يفسرها بنوع من الأنواع، وذهلوا عن النخلة، لم يلتفتوا إلى النخلة. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة. قال ابن عمر: فذكرت ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. وهذا لفظ يعني الإمام مسلم. وفي رواية عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، والجمار هو قلب النخلة، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت، وجد نفسه أصغر الحاضرين سنا فاستحيا ولم يتكلم لوجود من هو أكبر منه سنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم هو يأكل جمارا، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. يعني هو كمان مفروض أنهم إذا تأملوا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما قدم له الجمار وهو أطيب ما في النخلة، قلب النخلة، فقال: من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم أي أصغرهم سنا، قال: هي النخلة. وفي رواية: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجرا من البوادي. قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، إذا كبار السن في القوم، فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. وفي رواية: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة، فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي رواية: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات، فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا، فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب، فاستحييت، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
فهذا مجموع ما في الصحيحين من طرق هذا الحديث العظيم يعني الشريف. والبخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في مواطن كثيرة من صحيحه في التفسير عند تفسير قوله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. فأراد البخاري أن يبين أن هذا الحديث يفسر تلك الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة فقال أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر لم يخف علي أنها النخلة فمنعني أن أتكلم مكان سني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. و عن روى الترمذي وغيره عن شعيب ابن الحبحب قال كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب فقال أنس رضي الله عنه لأبي العالية كل يا أبا العالية فإن هذا من الشجرة التي ذكر الله في كتابه ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. قال هكذا قرأها يومئذ أنس رضي الله تعالى عنه. أفصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعنى المتقدم الذي هو تشبيه المؤمن بالنخلة في أوجز عبارة حينما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك. وهذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. فالنخلة حازت هذه الفضيلة العظيمة بأن جعلت مثلا لعبد الله المؤمن لأنها أفضل الشجر وأحسنه وأكثره عائدة. وقد أفرد الإمام أبو حاتم السجستاني رحمه الله كتابا خاصا بالنخل بين فيه فضله وخصائصه وأسماءه وذكر أبحاثا عديدة مفيدة متعلقة به. قال في أوله النخلة سيدة الشجر مخلوقة من طين آدم صلوات الله عليه وقد ضربها الله جل وعز مثلا لقول لا إله إلا الله فقال تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي قول لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي النخلة. فكما أن قول لا إله إلا الله سيد الكلام كذلك النخلة سيدة الشجر. ثم أخذ أبو حاتم يفصل القول في الكلام على هذه الشجرة الكريمة الفاضلة واستشهد لقوله بأنها مخلوقة من طين آدم عليه السلام بما ساقه بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرفوعا أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس شيء يلقح غيرها وأطعموا نساءكم الولد الرطب فالتمر وليس شيء من الشجر أكرم على الله عز وجل من شجرة نزلت تحتها مريم ابنة عمران. لكن سند هذا الحديث أكرموا عمتكم النخلة حديث سنده وهم فلا يصلح للاحتجاج تفرد به مسرور ابن مسعود وهو متهم وقال ابن الجوزي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن عدي مسرور غير معروف وهو منكر الحديث. وقال ابن حبان يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بما يرويها. إذن لا حتى لو لم يصح هذا الحديث لكن لا ريب ولا شك في فضل النخلة وشرفها وتميزها. ويكفيها فضيلة أنها خصت من بين سائر الشجر بأن جعلت مثلا للمؤمن
طبعا فيما تقدم ما يدل على أنواع فضائل وميزات وخصائص النخلة: كثبات الأصل وارتفاع الفرع، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فمن صفاتها ثبات الأصل ثم ارتفاع الفرع، ثم إنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك وصفت بالبركة، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤخذ منها شيء إلا نفع، يعني كل ما في النخلة ينفع. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما شبه المؤمن بالنخلة فلا شك أنه يريد تنبيهنا إلى أوجه الشبه بين المؤمن المطيع لله الذي قامت في قلبه ورسخت كلمة لا إله إلا الله وانغرست في صدره وأخذت تثمر الثمار اليانعة والخير المتنوع، وبين النخلة. لا شك أن تتبع أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة والحرص على معرفة ذلك والفقه في هذا الأمر شأن جدير بالاهتمام والعناية لعظم فائدته وكثرة منافعه. والله سبحانه وتعالى قد أرشد في كتابه إلى فهم هذا عندما مثل المؤمن بها وذكر بعض أوجه الشبه بها، يعني أمر اهتم به الله تعالى واهتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدير بأن نبحث ونتفكر في أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. ففي القرآن بيّن تعالى في قوله: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. العلماء حاولوا كثيرا أن يتمعنوا في ذلك وأن يستنبطوا ويستخرجوا أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، وهذا منتشر في كثير من الكتب كما في كتاب مفتاح دار السعادة وإعلام الموقعين كلاهما لابن القيم، وكما في تفسير البغوي وفي فتح الباري وزاد المسير وتفسير محاسن التأويل ونحو ذلك، أفردوا فصولا وتكلموا على أوجه الشبه بين المؤمن الموحد وبين النخلة. ممن حاول استخراج وجمع هذه الأوجه الدكتور عبد الرزاق ابن العلامة الكبير الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، له كتاب تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة، تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة، واجتهد أن يستخرج ما أمكن من وجوه المماثلة والمشابهة بين المؤمن وبين النخلة. قال حفظه الله تعالى: من هذه الأوجه، أولا أن النخلة من حيث التركيب لا بد لها من عروق وساق وفروع. عروق يعني الجذر الذي يضرب في الأرض، عروق تمثل أساس البنيان، عروق وساق وفروع وورق وثمر. كذلك شجرة الإيمان لا بد لها من أصل وفرع وثمر، فأصلها الإيمان بالأصول الستة المعروفة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، فهذا هو الأصل. الأصل هي قضايا الإيه أو أركان الإيمان الستة، فهي شبهت بإيه؟ بجذر النخلة، فروع الجذر الضاربة في أعماق الأرض لتثبت كل هذا الكيان، فبدون هذا الأساس يتهاوى هذا البنيان. فأصلها هو الإيمان الستة المعروفة، الإيمان بالأصول الستة المعروفة. أما فرعها فالأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة. أما ثمرتها فكل خير يحصله المؤمن وكل سعادة يجنيها في الدنيا والآخرة. عن طاووس قال: مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة توحيد،
وساقها وورقها كذا، وثمرها الورع. ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، أي جذر راسخ، وأصل عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. وكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأبدان. تصديق بالقلب وهو الجذر، وقول باللسان وهو الساق، وعمل بالأبدان وهو الثمرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب. وهذا أهم ركن من أركان هذا المثل، أصلها ثابت، لأن هذا الأساس كالبنيان. هل واحد لو بيبني عمار أو مبنى كبيرا، برجا كبيرا، لا شك أنه إيه؟ يهتم أساسا بالإيه؟ أولا ببناء الأساس، لأن البناء لو ارتفع على غير أساس فإنه يتهاوى. فكذلك أهم شيء في هذا التشبيه هو قوله تعالى: أصلها ثابت، وهو الإيمان والتوحيد. يقول ابن القيم: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. الوجه الثاني: أن النخلة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها. النخلة حتى تبقى حية لابد من الماء، فهي لا تحيا ولا تنمو إلا إذا سقيت بالماء. فإذا حبس عنها الماء ذبلت، وإذا قطع عنها تماما ماتت، فلا حياة لها بدونه. وهكذا الشأن في المؤمن، لا يحيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم له حياته إلا بسقي من نوع خاص، وهو سقي قلبه بالوحي. سقي قلبه بالوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بما يحيي الله الأرض بعد موتها؟ بالماء. فكذلك الوحي يحيي قلب الإيمان في قلب المؤمن، فهو الذي يسقيه. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو الوحي. فشجرة الإيمان في قلب المؤمن كالنخلة، لابد لها من سقي ينميها ويسقيها. وهذه الشجرة لا تسقى بالماء، شجرة الإيمان، لكنها تسقى بنوع خاص من السقي، وهو الوحي، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الوحي روحا، روحا لأنه سبب الحياة كالروح للبدن. يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن الكريم، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره، الوحي، بالروح من أمره على من يشاء من عباده. لأن حياة القلوب الحقيقية إنما تكون به، وبدونه فإن الإنسان يكون ميتا ولو كان بين الناس من الأحياء. وهذه المعاني لا يفقهها إلا أهل الإيمان وإلا أهل التوحيد تماما، كما بينا الأسبوع الماضي في الكلام حول قضية أن النجاسة، يعني أخبث نجاسة في الوجود على الإطلاق، هي نجاسة الشرك.
وهذه الخباثة وهذه النجاسة لا يطهرها إلا أقوى مطهر في الوجود وهو التوحيد لا إله إلا الله. فهذه المعاني وهذه المفاهيم لا يستوعبها ولا يعقلها إلا المؤمن هو الذي يحس بذلك، أما الكافر فلا يعترف أصلا بأن في قلبه هذه النجاسة. كذلك أيضا هنا الكافر يرى في صورة الحي غاديا ورائحة، لكنها حياة تشبه حياة البهائم التي لا عقل لها، لأن الله أتاه العقل فعطله. أهم وظيفة العقل هي الاهتداء به إلى التوحيد وإلى طاعة الله عز وجل وتوحيد. فلما عطل استعمل عقله في كل شيء إلا في الوظيفة التي أعطاه الله العقل والقلب والبصيرة من أجلها، وهي التفكر في آيات الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. فهذا موجود فيه علامات الحياة الفسيولوجية، قلبه يدق يتنفس يتحرك ينمو، كل علامات ومظاهر الحياة موجودة، الحياة الحسية. أما قلبه حيث الإيمان فميت، لأنه خواء من هذه الروح، خواء من لا إله إلا الله، فبدن بلا روح. لو أن جسد خرجت منه الروح هل ينتفع بهذا البدن؟ ميت. فكذلك الكافر إذا لم يوجد في قلبه التوحيد ولم توجد شجرة التوحيد وتسقى بالوحي فإن هذا يكون ميتا. يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالكتاب والسنة الوحي هو الذي يحيي شجرة الإيمان في القلب. فهذا وجه شبه ظاهر بين المؤمن والنخلة، فالنخلة لا تحيا إلا إذا سقيت بالماء، والمؤمن لا يحيا قلبه إلا إذا سقي بالوحي. وكما أن الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلب الميت إذا سمع الوحي وقبله صلح وحسن ونما فيه من الخير الشيء الكثير. ولذا لما حذر الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد من عدم الخشوع لذكر الله، حينما قال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أتبع ذلك مباشرة بقوله عقب ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي هذا إشارة إلى أن الذي يحيي الأرض بعد موتها بالماء فهو كذلك يحيي القلوب بعد موتها بالوحي، يحيي القلوب بعد موتها بالوحي، ولكن ذلك إنما يكون لمن عقل آيات الله. وبهذا يتبين أن شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. فشجرة الإيمان في القلب مثل أي نبات، لابد الإنسان يتعهدها بالإيه؟ بالإصلاح والسقي بنور الوحي باستمرار حتى تبقى حية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم. ورواه الحاكم بلفظ: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم.
وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها. فالله سبحانه وتعالى لما أودع وشرف قلب المؤمن بلا إله إلا الله وبالتوحيد وبالإيمان وغرس في قلبه هذه الشجرة المباركة، أوجب على المسلم العبادات والأذكار والوظائف كي تقوم بإيه؟ بالسقي المستمر لهذه الشجرة. فخمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر رمضان، ثم النوافل الصيام والصلاة إلى آخر أعمال الإيمان، هذه كلها مما يسقي هذه الشجرة في القلب ويبقيها حية. أما الوجه الثالث فهو أن النخلة شديدة الثبوت. يعني لو واحد مهندس معماري يعني يأتي ويحدثنا لأكيد حدثنا بالعجائب عن هذا البنيان، النخلة باسقات، هذا المبنى المرتفع جدا، العمود المرتفع ارتفاعا شاهقا في السماء كما نرى النخل، كيف أنها تثبت بالجذر؟ يعني ما صفة تثبتها أو جذرها الذي يجعلها ثابتة بهذه الطريقة؟ لا شك أنه سوف يستنبط لنا يعني كثيرا من الحكم الباهرة والآيات يعني العظيمة. فمن خصائص النخلة مش أنها ثابتة لكنها إيه؟ شديدة الثبوت، كما قال الله تعالى في الآية المتقدمة كشجرة طيبة. أول صفة وأهم صفة أصلها ثابت. هكذا الشأن في الإيمان إذا رسخ في القلب فإنه يصير في أشد ما يكون من الثبات، لا يزعزعه شيء، بل يكون ثابتا كثبوت الجبال الرواسي. سئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم، حتى يكون كالجبال. لو أن الإنسان استمر في سقي شجرة التوحيد في قلبه بالطاعات والصلوات والصيام والنوافل والأذكار ونحو ذلك من الخير الذي يحيي القلب ويزيد الإيمان، فإنه ينمو في قلبه حتى يكون كالجبال. سئل الأوزعي رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال نعم، حتى يكون كالجبال. قيل أينقص؟ قال نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبعة، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبعة. الوجه الرابع من الشبه أن النخلة لا تنبت في كل أرض، بل لا تنبت إلا في أراض معينة طيبة التربة، فهي في بعض الأماكن لا تنبت مطلقا، وفي بعضها تنبت ولكن لا تثمر، وفي بعضها تثمر ولكن يكون الثمر ضعيفا، فليس كل أرض تناسب النخلة. قال أبو حاتم السجستاني قالوا وإنما يرديه ويسيء نبته طعمة الأرض، يعني شجر النخل يهلكه ويجعل النبتة سيئة وضعيفة وهزيلة، طعمة الأرض، المادة الذي يأتيها من الأرض أو طبيعة التربة، فيجيء ضخما كثير القشر سريع اليبس ثانيتا أي عفنا خجيرا نخرا. والخجر الضخم الذي ليست له قوة ولا تعجبه الأرض فيميل وينتفخ وتخوي نخلته وتردؤ. وإذا كان في أرض جيدة السر، وإذا كان النخل في أرض جيدة السر العنصر، جاء أبيض رقيقا وتراه كأن طرفه يدري لا يعوجه شيء حتى يدرك الماء بعد أو قرب. في هذه الأرض الخصبة الطيبة تجد أن عروق الجذور تخترق طبقات الأرض وتصل الماء حتى لو كان بعيدا.
وإذا كان العرق في أرض طيبة التين وقف ساعة يشرع في الماء، لأنه يرجع إلى طينة طيبة وطعمة تعجبه، ولم ينحدر إلا طلب الماء. فلما شام الماء وقف، والزرع الجذر ما دام وصل الماء يتوقف عن النمو. قبل ذلك يعني ايه يظل ينمو حتى اذا وصل الماء يتوقف. لماذا؟ المقصود الوصول الى هذا السقي. واذا انحدر من ارض خبيثه الطين ليس لها سر انخرط حتى يتثنى في الماء عفنا، لأنه إنما ساقه طلب الماء، فلما وجد طعمة الماء جعل انخراطا فيه من بغض ما فوقه. فليست كل أرض تناسب النخلة، وهكذا الشأن في الإيمان، فهو لا يثبت في كل قلب، وإنما يثبت في قلب من كتب الله له الهداية وشرح صدره للإيمان. والقلوب أوعية متفاوتة، ولهذا صح في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب قد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا، وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان فلا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. كذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث متفق عليه. الوجه الخامس من أوجه الشبه أن النخلة قد يخالطها دغل ونبت غريب ليس من جنسها، قد يؤذي النخلة ويضعف نموها ويزاحمها في سقيها، ولهذا تحتاج النخلة في هذه الحالة إلى رعاية خاصة وتعاهد من صاحبها، بحيث يزال عنها هذا الدغل والنوابت المؤذية. فإن فعل ذلك كمل غرسه، وإن أهمله أوشك أن يغلب على الغرس فيكون له الحكم ويضعف الأصل. وهكذا الأمر بالنسبة للمؤمن، لا شك أنه يصادفه في الحياة أمور كثيرة قد توهي إيمانه وتضعف يقينه وتزاحم أصل الإيمان الذي في قلبه. ولهذا يحتاج المؤمن أن يحاسب نفسه في كل وقت وحين، ويجاهدها في ذلك، ويجتهد في إزالة كل وارد سيء على القلب، ويبعد عن نفسه كل أمر يؤثر على الإيمان كوساوس الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أو الدنيا بفتنها ومغرياتها أو غير ذلك. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الوجه السادس أن النخلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والأكل الثمر، فهي تؤتي ثمرها كل حين ليلا ونهارا صيفا وشتاء، إما تمرا أو بسرا أو رطبا. وكذلك المؤمن يصعد عمله أول النهار وآخرة. قال الربيع بن أنس: كل حين، أي كل غدوة وعشية، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا وصيفا وشتاء، إما تمرا أو رطبا أو بسرا. كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخرة. وقال الضحاك: تؤتي أكلها كل حين، تخرج ثمرها كل حين. وهذا مثل المؤمن يعمل كل حين، كل ساعة من النهار وكل ساعة من الليل وبالشتاء والصيف بطاعة الله. أورد الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عن السلف عدة أقوال في المراد بقوله عز وجل كل حين، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال عنا بالحين في هذا الموضع غدوة وعشية وكل ساعة.
غدوة أو غدوة وعشية وكل ساعة باستمرار، لأن الله تعالى ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا. ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله في كل يوم صالح من العمل والقول، لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين. فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان المؤمن باستمرار بيرفع إلى الله عمل منه، هل فقط في الغدوة أو في العشي أو في الغدوة والعشي فقط، أم في كل ساعاته يذكر الله، يصلي صلاة الخمس، يصوم، يتلو القرآن الكريم، يستغفر، يتصدق، يحسن إلى الفقراء وهكذا. يعني أعمال المؤمن ممتدة في كل إيه؟ الأوقات، غير محصورة في وقت أو موسم يعني معين. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن المثل لا يكون خلافا للممثل به في المعنى. وإذا كان ذلك كذلك كان بينا صحة ما قلنا. فإذا قال قائل: فأي نخلة تؤتي في كل وقت أكلا صيفا وشتاء؟ قيل: أما في الشتاء فإن الطلع من أكلها، وأما في الصيف فالبلح والبسر والرطب والتمر، وذلك كله من أكلها. ثم روى عن قتادة أنه قال: تؤتي أكلها كل حين، يؤكل ثمرها في الشتاء والصيف. الوجه السابع من أوجه الشبه أن النخلة فيها بركة في كل جزء من أجزائها، فليس فيها جزء لا يستفاد منه، وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن. وقد جاء في صحيح البخاري في بعض ألفاظ حديث ابن عمر المتقدم في من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها. في حد عنده خبرة بالنخل؟ تفضل. إيه بقى اللي أنت تشوفه من فوائد النخل التي لا تنقطع، وإن ما فيش حاجة في النخل إلا وهي تفيد؟ تفضل. لما نبدأ من فوق خالص، نبدأ بالخوص وبنعمل بيه الجنب اللي بتحط فيها البلح وبيتخزن فيها حاجات تانية زي التبن والدرج، وبيتعمل دلوقتي كراسي كمان، وممكن نعمل منها كراسي. ده الخوص اللي هو الأغلب ده، وممكن نعمل برضه حبال معينة خاصة كده بتمسك منها إيدين الجنب أو إيدين الحاجات اللي بخيرزان زي سنين. ممكن لو نزل لتحت شوية الجليد بتاعها، الجليد ده بيتقطع بيعمل مقص وبيتعمل برضه منه كراسي. والسلة بتاعتها بتستخدم فيها السلة الصغيرة دي في إحماء الأفران في القدس، الأفران الجلد في اليوم. ننزل تحت شوية حاجة اسمها الجمل، اللي هي الجمل، الجمل القطعة الأخيرة من السعفة؟ قبل السعفة اللي تقطع أيضا ويحمل بها الفرن. بعد كده بنلاقي الليف، الليف ده بيستخدم أيضا في صناعة الأحبال اللي هي الطبقة الخارجية في الساق. الطبقة الخارجية والليف ده برضه بيستخدم في توقير بعض أنواع العصير زي الأكسوس. مرشح عشان يرشح ما احنا نجيبش هش في السيرب فلتر. هو بيتحط في سطح دي الاساس. بعد كده هي بتقطع افلاء، لما تتقطع افلاء الافلاء دي بتعرج بيها الاماكن او بتعمل فيها اعمده في حوالين الجدران او زي كده. الجزر دي طبعا بنطلع منه بيستخرج منه اللي هو الجمار، وده افضل شيء يمكن زي ما حضرتك قلت في المحنه. وثمرة الجرح طبعا ده شيء معروف للكل وكل شيء. الجمار طبعا معلش خليته تحت فوق في جزاكم الله خير. تفضل تعال، حد عنده زيادة يجي. ها؟ بيتعمل عشان تدريب على الرماية لأنه بيمتص الرصاص. أي نعم. نعم بيستعمل كمقشة للكنس، مظبوط. بتضحكوا ليه؟ ما دي حقيقة، بيستعمل الكنس. ايه؟
يستعمل الليف في علاج بعض الأمراض الجلدية. ده كلام علمي اللي هو الطلع مثلا بيستعمل لعلاج العقم. ما هو قال الاخ قال هذا الاخ قال النوى يستعمل كعلف، يعني الحاجه اللي بنتصور انها بتترمى، لكن حتى النوى يستفاد منه في العلف. في العلف في حد عنده فوائد زياده بالنسبه للنخل؟ اي اتفضل. اه دي فضائل التمر نفسه بانه وقايه من السم والسحر. عموما واضح ما شاء الله انتم عندكم خبره كويسه، لكن نكتفي بهذا المقدار. فاذا من اوجه الشبه بين النخله وبين المؤمن ان بركه النخله في كل جزء من اجزائها، فليس فيها جزء لا يستفاد منه، وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وبركة النخلة يقول الحافظ ابن حجر: وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. الوجه الثامن من أوجه الشبه أن النخلة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط ورقها. وبين المسلم والنخلة في هذا وجه شبه يتضح بما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر، ولفظه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. قال القرطبي مبين أهمية هذه الزيادة، قال: وهي النخلة لا تسقط لها أنملة، وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، فبين معنى الحديث والمماثلة. والدعاء مأمور به كما هو معلوم، وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وآدابه، والتي من أعظمها حضور القلب ورجاء الإجابة والعزم في المسألة. ذكر ابن القيم في معنى هذا الحديث وجها آخر، وهو أن ذلك يدل على دوام لباسها وزينتها، لا تسقط عنها أنملة أو ورقها، دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء. كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. تاسعا، أن النخلة وصفت في الآية بأنها طيبة، كشجرة طيبة، وهذا أعم من طيب المنظر والصورة والشكل، ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب المنفعة. والمؤمن أجل صفاته الطيب في شؤونه كلها وأحواله جميعها، في ظاهره وباطنه وسره وعلنه. ولهذا عندما يدخل المؤمنون الجنة تتلقاهم خزنتها وتقول لهم: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، يعني ادخلوها لأنكم طيبون. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
وقال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالطيب أجل صفاتهم وأجمل نعوتهم وأحسن حليتهم في أحوالهم كلها، في أقوالهم وأعمالهم وفي حركاتهم وسكناتهم وشؤونهم جميعها. عاشرا، أن النخلة وصفت بأنها ما أخذت منها من شيء نفعك، ما أخذت منها من شيء نفعك. طبعا النخلة احنا لو نتكلم على أنواع التمر، بس أنواع التمر ده عالم لوحده، يعني عالم هيكون طبعا أكيد محتاج بقى متخصص أكثر وأكثر يتكلم في أنواع التمر. الإنسان بيقف على أشياء عجيبة جدا، بالذات لو في الجزيرة العربية أو بالذات في السعودية، أنواع التمر العجيبة التي يعني تمتاز، كل نوع يمتاز بأشياء يعني في غاية الروعة. فالنخلة من صفاتها ما أخذت منها من شيء نفعك، والنخلة كلها منفعة، لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فثمرها منفعة، وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك، وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب، ويستر به الفرج والخلل، وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية، والحصر وغيرها، وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس. وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن مع إخوانه وجلسائه ورفقائه، لا يرى فيه إلا الأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة والمعاملة الحسنة والنصح لجلسائه وبذل الخير لهم، ولا يصل إليهم منه ما يضر، بل لا يصل إليهم منه إلا ما ينفع، كالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والخلق الجميل والعون والمساعدة ونحو ذلك. فهو كالنخلة، ما أخذت منه من شيء نفعك. 11، أن النخل بينه تفاوت عظيم في شكله ونوعه وثمره، فليست النخيل في مستوى واحد في الحسن والجودة، بل بينه من التفاوت والتمايز الشيء الكثير، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهو متفاوت في طعمه ومنظره ونوعه، وبعضه أفضل من بعض، وهكذا الشأن بين المؤمنين. فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان، وليسوا في الإيمان على درجة واحدة، بل بينهم من التفاوت والتفاضل الشيء الكثير. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. 12، أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح العظام، تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها، ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة. فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. وقد اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصيه، والصبر على أقداره المؤلمة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
الوجه الثالث عشر أن النخلة كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها، وكذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفينيهم؟ يعني يقوم باستضافتهم. قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد. قال: ثم بعث بعثا آخر فخرج فيه آخر فاستشهد. قال: ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة، يعني في المنام، الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم. الشخص الذي مات الثالث هذا مات على فراشه، مع ذلك كان متقدما في المنزلة على أخويه الشهيدين. فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال: فدخلني من ذلك. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده. يعني أن الذي استشهد أولا نال الشهادة ودخل الجنة، الذي استشهد ثانيا عاش بعد الأول فترة عمرها بالذكر والتسبيح والصلوات وكذا وكذا من الأعمال الصالحة، فارتفع مقامه عن الذي استشهد قبله لأنه عاش بعده فترة عمرها بالعمل الصالح. الذي مات على فراشه مع أنه لم يكن شهيدا، لكن استطاع أن يدرك منزلة أعلى من منزلة الشهيدين، لأنه عمر هذا الوقت يعني وطال عمره بعدهما فترة عمرها بأعمال صالحة بعد موتهما، فبلغ منزلة أعلى من منزلتهم. فهذا كله يشهد لمعنى أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رابع عشر: أن قلب النخلة وهو الجمار من أطيب القلوب وأحلاها. في حد ما أكلش الجمار؟ فعلا من أطيب وألذ ما يؤكل من المطعومات، مفيد جدا. من أطيب القلوب وأحلاها. وقد مر معنا في بعض الطرق الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار وشرع في أكله، ثم قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. وجمار النخلة حلو الطعم جميل المذاق، وهو من أطيب القلوب وأحسنها، وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب وأحسنها، لا يحمل إلا الخير ولا يبطن سوى الاستقامة والصلاح والسلامة. خامس عشر: أن النخلة لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخرى، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وأراب. وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط، بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، فلا زال خيره مأمولا وشره مأمونا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.
ولذا ورد عن عكرمة في قوله تعالى كشجرة طيبة قال هي النخلة لا تزال فيها منفعة. وهكذا الشأن في المؤمن كما هو في النخلة، لا يزال فيه منفعة بل منافع، وذلك بحسب حظه ونصيبه من الإيمان. سادس عشر، أن النخلة سهل تناول ثمارها ومتيسر، فهي إما قصيرة فلا يحتاج المتناول أن يرقاها. طبعا في نخل كمان من ضمن فائده نخل الزينة اللي هو بيكون إيه؟ قصيرا ويستعمل للزينة، فهي إما قصيرة فلا يحتاج المتناول أن يرقاها، وإما باسقة فصعودها سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال غيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله، لا بالغر ولا باللئيم. سابع عشر، أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والحلوى، ويدخل في الأدوية والأشربة، وعموم النفع به أمر ظاهر. وهكذا الشأن في المؤمن في عموم منافعه وتنوع خيراته ومحاسنه. أعتقد في عسل اسمه عسل التمر، ها؟ الرب، نعم الرب، نعم. وكما أن ثمر النخلة لطعمه حلاوة، فكذلك الإيمان له حلاوة لا يذوقها إلا صحيح الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال أبو محمد ابن أبي جمرة رحمه الله: إنما عبر بالحلاوة، وجد بهن حلاوة الإيمان، لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، والشجرة أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها الطاعات، وحلاوة الثمر جنى الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. ثامن عشر، ومن طريف ما يذكر هنا حول تطابق الصفات بين النخلة في كل أجزائها مع صفات المؤمن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم، وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها، فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة، طيب النخلة فيها أجزاء مثل الشوك، جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور، فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا يوصف بعض أهل العلم الذين لهم بلاء في الرد على المبطلين، وبعض المجاهدين الذين لهم بلاء في مقاتلة أعداء المسلمين، بأنهم شوكة في حلوق الأعداء. فهذه بعض أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. وبعض العلماء يزيدون طبعا من يعني من الوجوه، صحيح، كن كالنخلة ترميها بالحجر فترميك بالإيه؟ بالثمر، يعني لا تقابل الإساءة بالإساءة. نعم، الشوك يحمي من إيه؟ من الفئران.
يعني الفأر لا يستطيع ان يعني يصعد فوق النخله بحيث انه ايه يعني يصل للثمر. السور. طيب فوائد جديده اهي المفروض نزودها هنا في الكتاب. فبيقول لبعض الناس اذا اراد ان يبني سور زي ما بعض الاسوار هنا مثلا بيحطوا عليها ازاز وحديد واشياء من هذا حتى لا يستطيع احد ان يتسلقه، فبيستعملوا الاشواك بتاعت النخل دي ايضا في قمه السور بحيث لا يستطيع احد ان يمر عليه. هل من مزيد؟ اتفضل. الحوادث قالت على سيدنا مريم هز راكب اذا النخله شرط عليه أن من أفضل ما تطعم الحامل الرطب، لأن الله قال لمريم يعني الملك قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جانيا. إيه؟ الشوك بجد؟ بيقول إن الشوك بيستعمل كإبر خياطة، مش متخيلها دي. لا هو الاخوه كلهم بياكدوا ان ممكن هو الشوك بيتقطع يعني ويبقى تبقى قويه. طب والخيط يتحط فين؟ بتصنع فيه ثقب يعني راس الابر. يعني يستعمل في الخياطة. تفضل. مثلا التمر لا يقبل الهرمونات. الحمد لله كويس. لأن الهرمونات دي كارثة اللي بيدوها التفاح والحاجات دي. انت لازم تخاف من اي حاجه ضخمه كده غير عاديه، اي حاجه غير عاديه تخاف منها في حجمها. نعم التمر يحنك به الاطفال. نعم والصائم يفطر على التمر لان طبعا بقى في حاله انخفاض في الجلوكوز في الدم، فاخذ شيء حلو مثل التمر يعني ايه يسرع في تغذيه المخ عند الافطار. الاخ بيذكر ان شوكه النخله اي يعني اي شوكه اخرى اذا دخلت ممكن تعمل نوع من الالتهاب الموضعي تؤذي الانسان. شوكه النخله لا تفعل هذه الاشياء. على اي الاحوال جزاكم الله خيرا، طبعا فوائد كثيره لكن نحتاج لان ننهي الكتاب فنعود لما كنا يعني بصدده. اذا الايمان شجره مباركه عظيمه، عظيمة النفع غزيرة الفائدة كثيرة الثمر، لها مكان خاص تغرس فيه ولها سقي خاص ولها أصل وفرع وثمار. أما مكانها فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذورها وأصولها ومنه تتفرع أغصانها وفروعها. وأما سقيها فهو الوحي المبين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه تسقى هذه الشجرة ولا حياة لها ولا نماء إلا به. وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة وأعلاها الإيمان بالله تعالى، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن. وأما ثمراتها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. أفرد العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رسالة لطيفة سماها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، أتى فيها على أهم معالم هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان.
ثم إذا كان مثل المؤمن مثل النخلة وجه الشبه بينهما ظاهر في أمور كثيرة، فإن كما تقدم فإن المؤمنين في ديارهم مثلهم مثل نخيل كثيرة، هنا على المستوى الجماعي مش هنتكلم عن مستوى الفرد، على مستوى المؤمنين عموما كل واحد في داخل قلبه طبعا إيه أصل شجرة الإيمان. فإن المؤمنين في ديارهم مثلهم مثل نخيل كثيرة في جنة مباركة تؤتي أطيب الثمار وأحسن الأكل في كل حين بإذن ربها. وإذا كان هذا مثل المؤمنين في ديارهم فإن مثل المصلحين فيهم مثل الفلاح في بستانه، ومعلوم أن أهل الفلاحة في بساتينهم ليسوا على مستوى واحد في الكفاءة والقدرة وحسن الرعاية للنخيل والزروع والثمار، بل بينهم من التفاوت في ذلك ما الله به عليم. ولا بأس هنا من ضرب ثلاثة أمثلة لثلاثة من الفلاحين في مزارعهم يتضح به المراد والمقصود. المثال الأول، فلاح صفته فيما يراه الرائي غير مرضية، فهو حاد الطبع أحمر العينين شديد الغضب سريع في اتخاذ تدابيره قليل الأناه، يتعامل مع نخيله في حديقته معاملة غريبة خرج بها عن سمت الحق في الفلاحة واعتزل فيها طريق الصواب في ذلك، وذلك أنه اعتقد في نخله أن النخلة لا تكون مستحقة هذا الاسم نخلة وما يصحب ذلك من رعاية وعناية إلا إذا كانت صحيحة سليمة مكملة لا نقص فيها بوجه. ولهذا فإنه إذا دب إلى نخلة من نخيله شيء من النقص أو اعتراها شيء من المرض أو داخلها شيء من الخلل فإنه يبادر بلا هوادة ولا أناه إلى اجتثاثها من أصلها وقلعها من جذورها، ثم يلقي بها بأبعد ما يكون من مكان وراء حائطه. هذا دأبه مع نخيله، لا يهتم بأمر الإصلاح، يعني الأذم نخل حصل فيه أي نوع من العطب أو التلف أو الفساد أو أي مرض طرى عليها فإنه إيه يبادر إلى اجتثاثها وقطعها ورميها بعيدا، ولا يهتم بأمر العلاج، لا يهتم بأمر الإصلاح، ولا يعتني بجانب الرعاية والعناية فيها. ولا ريب أن نتيجة الحتمية لهذا العمل هو تبدد حديقته وتفكك نخيله وتناقصه شيئا فشيئا. أما المثال الثاني فهو فلاح آخر يتعامل مع نخيله بطريقة أخرى عجيبة وغريبة، إذ يعتقد أن النخلة لا يصح وصفها بالنقص مطلقا، فكما أن النخلة الميتة لا ينفعها وجود بعض أجزائها فكذلك النخلة الحية القائمة لا يضرها نقص بعض أجزائها. يعني أولاً لما يجي يطرأ مرض على النخلة فيحبطها من إيه؟ من جدرها، يقطعها ويرميها، مش بيعالج هذه الآفة. الثاني بقى يرى أن النخلة لو مرضت أو أصابها أي شيء فهي ستبقى أفضل شيء على الإطلاق وسليمة ومعافاة وكله تمام. إشارة لمين بقى؟ للمرجئة. نعم، الأوائل الأولين مين؟ الخوارج. فكذلك النخلة الحية القائمة لا يضرها نقص بعض أجزائها، فالنخيل جميعه عنده سواء في درجة واحدة، المريض منها وما اعتراه نقص، كل نخل جميل وطيب، والصحيح كله عنده بمستوى واحد وعلى درجة واحدة، بل يصرح بأن المريض واللي فيه آفة وفيه عيب والصحيح والسليم كل دول سواسيح كأسنان المشط لا فرق بينه ولا تمايز ولا تفاضل، حتى آل به الأمر إلى عدم التمييز بين ثمار النخيل وأنواع التمور مما يعلم بالضرورة عند كل أحد تمايزه وتفاضله. يعني حتى الثمر التمر عنده كله برضو إيه سواسيه، طبعا التمر
بنشوف ساعات في المحلات بالذات في السعودية أسعار عالية جدا بطريقة خيالية، لأن طبعا أكيد هي أنواع متفاوتة تفاوتا عظيما أنواع التمور. فلا ده هذا الفلاح الثاني هذا يرى أن هو تمر يبقى كله سواسية، كل أنواعها إيه المفروض تباع بسعر واحد. ثم إن هذا المعتقد الغريب أورث عند هذا الفلاح نوعا غريبا من التعامل مع حديقته، فهو لا يتعاهدها بالرعاية ولا يهتم بها في أمر السقاية ولا يعتني بها ولا يتفقدها، وقد يمرض الكثير من نخيله وقد يعتري العديد منه أنواع من النقص والخلل والفساد، فلا يكترث بهذا ولا يهتم، بل لا يزال مع ذلك كله معتقدا تمامه وكماله وسلامته، ولا ريب أن النتيجة الحتمية لهذا التصرف هو ذهاب حديقته وزوالها بأسرع ما يكون. أما المثال الثالث فهو فلاح نشأ على حب فلاحته منذ صغره، فهو حكيم في رعايته لها، عالم بطرق إصلاحها وأسباب قوتها ونمائها، صبور على شدتها ولأوائها، دقيق في القيام بمستلزماتها ومتطلباتها، يهتم بنخله من أول غرسه تمام الاهتمام، ويتعهده بالسقي والإصلاح وإزالة النباتات الغريبة الدخيلة التي قد تؤذيه وتضره، يهتم بنخله كله دون تفريق بين قويه وضعيفه وجيده ورديئه، فما كان منه قويا صحيحا سليما فإن عينه تقر به ويسر تمام السرور ويسر تمام السرور بحسنه وسلامته وكماله، ويواصل معه في تهيئة أسباب ثباته وبقائه، وما كان منه ضعيفا مريضا ناقص النمو فإن قلبه يألم له ويحزن لضعفه ونقصه ويتعامل معه معاملة حكيمة، فلا يجتثه من أصله ويطرحه خارج حديقته، ولا يهمله بالكلية فيتركه بدون رعاية وعناية، بل يتخذ في سبيل إصلاحه وتقويمه التدابير الحكيمة والمناهج السليمة والطرق الصحيحة القويمة التي من شأنها بتوفيق الله وتسديده صلاح نخله وثباته وحسن نمائه، ولا ينقطع عند اتخاذ هذه التدابير عن مشاورة ذوي الفضل والحنكة والتجربة، ثم هو قبل هذا كله قوي الصلة بالله عظيم الثقة به، يبرأ من حول نفسه وقوته ويعتقد أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العظيم الذي بيده أزمة الأمور، ولذا فإن لسانه رطب من ذكر الله يكثر من قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلا تزال حديقته في نماء ولا تزال نخيله في كثرة وازدياد بمرأ جميل ومظهر حسن تؤتي من أنواع الثمار وأطايب الأكل كل حين بإذن ربه، ثم هو عظيم الحمد لربه كثير الثناء عليه، عالم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه ثلاثة أمثلة يتضح من خلالها تنوع مناهج المشتغلين بالإصلاح وتباين طرائقهم، ولا بأس من إيضاح أمر غير خاف على المتأمل، وهو أن المثال الأول مضروب لحال المعتزلة والخوارج في التعامل مع عباد الله المؤمنين، فهم أهل شدة وغلظة وفظاظة، ومن معتقداتهم الفاسدة الحكم على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإيمان والخلود يوم القيامة في النيران. والمثال الثاني مضروب للمرجئة في تعاملهم مع المؤمنين، فهم أهل ارتخاء وخور وقلة مبالاة بأمر المؤمنين، وقد نشأ هذا فيهم بسبب شؤم معتقدهم حيث يرون أن الأعمال ليست من الإيمان، ثم هم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما حتى إن منهم من صار إلى القول بأن الإيمان لا يضر معه ذنب مهما عظم، كما أن الكفر لا تنفع معه طاعة. وأما المثال الثالث
فهو مضروب لأهل السنة والجماعة والحق والاستقامة، أهل المنهج العدل الوسط، وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. ومنهج أهل السنة مع العصاة من أهل الملة هو أنهم لا يكفرونهم ولا يخرجونهم بذلك من الدين كالخوارج والمعتزلة، ولا يحكمون بكمال إيمانهم وتمامه كالمرجئة، بل يقولون هم مؤمنون ناقص الإيمان، فيحبونهم على ما عندهم من الإيمان، ويبغضونهم على ما عندهم من العصيان، ويرحمونهم وينصحون لهم، ويحرصون على استصلاحهم وهدايتهم بأرفق السبل وأحسن الأساليب في حدود قواعد الشريعة وأصولها المعلومة. هذا ما تيسر من الكلام في هذه القضية المهمة، وهي الأمر الذي عظمه القرآن الكريم حينما ضرب هذا المثل، وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فسر المثل القرآني بتشبيه المؤمن بالنخلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.